السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. رجعنا فيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض الآيس كريم بالشوكولاتة. هنعمله إن شاء الله بطريقة سهلة قوي وهتعجبك، بمكونات موجودة في كل بيت. بس قبل ما نعمله ونبدأ مع بعض، لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولك مني جزيل الشكر. يلا كده بسرعة نعمل الآيس كريم بتاعنا. كل اللي هحتاجه ايه؟ هنا معايا نص كوباية من الحليب المكثف، معايا معلقتين من الكاكاو الخام، معايا 3 معالق كبار من كريم شانتيه، ومعايا فانيليا لو بتحبيها اوكي، لو مش بتحبيها خلاص مش ضروري. معايا اللبن اللي هضرب بيه الكريمة، يكون ساقع او يكون يعني ايه متلج كده طالع من الفريزر. معايا طبعا اللي هشتغل بيه المضرب بتاعي. اول حاجة هعملها ايه؟ هجيب الحليب المكثف بتاعي، هنزل عليه بمعلقتين الكاكاو، كده واضح. هقلبهم كويس، طبعا كلنا عارفين الحليب المكثف وطريقته بيتعمل ازاي، بدل ما تشتريه من بره بيكون اوفر طبعا واضمن في البيت، وان شاء الله هنبقى نعمله فيديو كده مع بعض. هقلبهم كويس كده، انا قلبتهم كويس كده زي ما انتوا شايفين خالص واضح. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الكريم شانتيه بتاعتي، هحطها في المضرب، هحط عليها الفانيليا، هضيف لها اللبن، هضربهم وهنشوفهم مع بعض بس علشان صوت المضرب، وهنشوف هنعمل فيهم ايه. رجعنا كده بعد ما ضربنا الكريمة، وده شكلها، يارب تكون واضحة. دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بالحليب المكثف والكاكاو اللي خلطتهم مع بعض كده عليهم. هروح دلوقتي اضربهم كده، انا هضرب قدامكم بس ايه علشان تكون كل حاجة واضحة. خلاص كده انا هضرب شويه كمان، ولو انتي بتحبي ايس كريم شوكولاته باللون ده حلو قوي، لو انتي عايزاه اغمق شويه يبقى هتزودي معلقه كاكاو، انا هزود معلقه كاكاو. دلوقتي انا اهو خلاص كده خلصته، بعد ما ضفت تاني معلقه الكاكاو او اقل من معلقه كمان. خلاص كده انا ضربته كده لمده دقيقه، وهحطه في حاجه كده واحطه في الفريزر.
كده هو واضح قدامكم، حطينا كده في اي حاجة بس يكون ايه ليها غطا، هنغطيها كويس، هندخله الفريزر يعني لمدة ساعتين وهنقدمه مع بعض. خلاص كده احنا خرجنا الايس كريم بتاعنا بعد ما تجمد كده او تشمع. لو عايزة الايس كريم بتاعك يتجمد بسرعة، اهم حاجة الفريزر عندك ما يكونش فيه مية، ما تكونيش بتعملي فيه تلج او مكعبات تلج. يعني عن تجربة، لو كنت بتعملي فيه تلج الايس كريم بتاعك هيفضل مدة طويلة قوي. يلا نقدمه مع بعض. وتزيني بأي حاجة عندك. وخلاص كده هنكون عملنا مع بعض أحلى آيس كريم شوكولاتة بمنتهى السهولة. أشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.